70 عاما على النكبة، وإسرائيل لا تنفك ولا تتوقف ولا لثانية بمحاولة تشويه هوية العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. وكانت إحدى الأدوات المستخدمة وما زالت هي جهاز التربية والتعليم لطرح الرواية الإسرائيلية، خصوصا في موضعي المدنيات والتاريخ. لذلك كان منتدى معلمي ومعلمات المدنيات مثالا يحتذى به في السنوات الأخيرة، والآن منتدى لمعلمي التاريخ. وقد كتب الأستاذ شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي مقالا بعنوان منتدى معلمي ومعلمات المدنيات العرب كمثال، وقد جاء في المقال: في ذروة الصراع على مناهج وكتب المدنيات قبل 3 سنوات، حين قامت وزارة المعارف بإحداث تغييرات جوهرية في منهاج المدنيات تتماشى مع أيديولوجية التيارات الصهيونية اليمينية، وقالت مفتش الموضوع أدار كوهين بتهمة اليسارية، شرعت بتغيير كتاب التدريس، أخذت مجموعة من معلمي ومعلمات الموضوع زمام المبادرة وأقامت منتدى لمعلمي المدنيات العرب. يقف معلمو المدنيات متفرجين لا يكفوا عفوا معلمو المدنيات متفرجين ولا باكين على الوضع، بل تحركوا مؤمنين بأنهم قادرين على المبادرة والعمل وتحمل المسؤولية وعلى الفعل وليس فقط رد الفعل. لقد تحول هذا المنتدى خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إطارا مهنيا فعالا يبادر إلى نشاطات هامة كإصدار كتاب ومواد في الموضوع للمعلم وللطالب تشمل النقد على المواد الرسمية، وتقترح مواد مكملة وبناء مجموعة في شبكات التواصل الاجتماعي تشمل مئات المعلمين توفر لهم فضاء لتبادل الآراء والخبرات والاقتراحات، والأهم أنها تخلق شعور بأن المواجهة ليست فردية، بل كل معلم هو جزء من مجموعة داعمة. كذلك بادر المنتدى لنشاطات للتعرف على مشاكل مختلفة للمواطنين العرب، كالجولة لقرى لا تعترف بها الحكومة في النقب رغم أن الإطار هو لمعلمين عرب، فقد نشط بعض الأعضاء في أطر وأتلافات احتجاجية يهودية عربية ضد ما يجري في موضوع المدنيات، ممثلين لمواقف تمت بلورتها بشكل جماعي في صلبها ضرورة النضال لتغيير كافة مناهج التعليم في المدارس اليهودية والعربية وإحداث تغيير جذري وشامل في السياسات التربوية. شكل هذا المنتدى نموذجا لاستراتيجية بناء القوة لدى المضطهد والنضال من أجل التغيير الذي يعتمد على القاعدة الجماهيرية، هو تجسيد لحالة نهضوية رافضة للظلم وتذويت القهر وتتحمل المسؤولية المؤمنة بأنه إذا لم نصنع التغيير نحن لن يصنعه أحد بدلا منا. هذا النموذج لا يكتفي بمطالبة المؤسسة بإحداث تغييرات ولا يرضى بالجلوس في انتظار التغيير القادم من فوق أو مجيء مخلص ليصنع التغيير المنشود ويقود بالشغل الذي من المفروض أن نقوم به نحن، أو بكيل التهم والانتقادات للآخرين المقصرين كما يفعله الكثيرون ليل نهار على شبكة التواصل الاجتماعي. هذه الاستراتيجية تعول على بناء وعي ناقد للمعلمين الذي من شأنه أن يحدث تغييراً في دور المعلم فيسيسه ويحوله من مجرد أداة أو برغي في الجهاز ينفذ ما يطلب منه ويتوقع منه المسؤولين، والمقتصر عادة على تمرير المادة وتلقينها وتحضير الطلبة للامتحانات والسيطرة على الصف. إلى معلم ومرب ملتزم ومثقف عضوي منخرط في قضايا مجتمعه وهمومه ونضاله من أجل التحرر والحقوق، يعي دوره الاجتماعي ويرى بنفسه قائدا تربويا يقوم بدور حاسم ورسالة كبرى في المجتمع. إن تحرير وعي المعلم هو المقدمة لتحرير وعي الطالب، وتحرير وعي الطلاب والمعلمين هو مركب أساسي في عملية التغيير المجتمعي. معلم يحمل مثل هذا الوعي يستطيع أن يجعل من أسوأ نص مادة جيدة لسيرورة تربوية نقدية تفتح الأفاق وتزرع الشك العلمي وحب الاستطلاع، وتنمي المقدرة على طرح الأسئلة والبحث عن مصادر معلومات بديلة موجودة عادة في ذاكرتنا الجمعية أو في المكتبات ومحركات البحث في شبكة الإنترنت المتاحة من خلال أجهزة النقال الذكية التي يستعملها الطلبة غالبا لغايات أخرى.
معلم كهذا يعي أنه يجب أن يكون قدوة لطلابه في كل شيء. إن هذه المبادرة الخلاقة تستحق أن نتعلم منها وأن ننسخها لمواضيع ومجالات أخرى. قال أيضا الكاتب في مقاله: منهاج التاريخ مشتق هو أيضا من الأهداف السياسية للمؤسسة المهيمنة التي تتبنى الرواية الصهيونية، التي تعرف مؤخرا وفق تفسيرات اليمين الديني، ولا تعترف بنا كشعب متجذر في هذا الوطن ولا بالاحتياجات التربوية في مجال تدريس التاريخ. هذا التاريخ الذي تسوقه مناهج التدريس الإسرائيلية يزيد من حالة الاغتراب بين المجتمع وجهاز التربية والتعليم، ويخلق وضعا مأزوما يتعلم فيه طلابنا عن الآخر، يتعلمون عن الآخر ولا يتعلمون عن أنفسهم، في الوقت الذي يتعلم فيه الطلبة اليهود عن تاريخهم بشكل عرقي منغلق متجاهل للشعب الفلسطيني. حالة اغتراب في جهاز التربية والتعليم عند الطلبة والمعلمين والمجتمع ككل لها إسقاطاتها السلبية على طلابنا وهويتهم وانتماءاتهم والتزامهم لقضايا مجتمعهم، وكذلك في تأسيس أرضية لانتشار العنف والظواهر الأخرى. أخيرا جاء في المقال: تجري هذه الأيام تحركات بمبادرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي لتأسيس منتدى لمعلمي التاريخ العرب. هذا المنتدى من شأنه أن يلعب دورا إيجابيا في مجال تعليم التاريخ، كما يلعب منتدى المدنيات دورا إيجابيا في مجال تعليم المدنيات. هذه الفكرة يجري تعميمها لمواضيع ومجالات أخرى، ونجاحها من شأنه أن يعطي قوة لنضالنا من أجل تغيير شامل في مجال مضامين التربية والتعليم في الدولة. إذن الطلاب اليهود يتعلمون عن أنفسهم بطريقة منغلقة متجاهلة للشعب الفلسطيني، ويريدون أيضا أن يملوا بهذا التاريخ على الطلاب العرب الفلسطينيين في الداخل، ما يعيق عمليا انتمائهم لشعبهم والتزامهم اتجاه هذا الشعب. أستاذ محمد، حقوق الجماهير، حقوق الأقليات، حقوق المجموعات العرقية الأصلانية في أن تحيي تاريخها أيضا في المناهج، كيف ينظر لها القانون والدول وحقوق الإنسان؟ يعني من الجانب النظري والحقوقي نتحدث عن حق أساسي، بأن على الدول أن تضمن ليس فقط ممارسة الأقليات لثقافتها وللغتها ولتاريخها كما تراه هي بذاتها، بل تفرض على الدول حتى أن تضع مناهج وتضع ميزانيات وإمكانيات ومقدرات أمام هذه الأقلية لتقوم بذلك. في إسرائيل الواقع أن الدولة تقوم عمليا على قاعدة الدولة اليهودية، وعلى ما يبدو أن الحكومة الحالية تقوم من خلال قوانينها بترجمة هذه المضامين المتعلقة بيهودية الدولة على أنها عمليا صهيونية الرواية، على أنه لا مجال ولا قبول لرواية أخرى، وعلى أنه على أن الدولة تقوم بإغلاق أي مساحة للطرف الآخر. نرى ذلك بنظرة تنظر إلى الجهاز التعليم على أنه وسيلة من وسائل السيطرة على الأقلية الفلسطينية الأصلانية في البلاد، وأيضا نرى ذلك يعني في ترجمات مثلا كيف تتعامل وزارة الثقافة مع المسارح العربية وتحديد المضامين، قوانين منع إحياء النكبة، قوانين مؤخرا قانون القومية اليهودية للدولة، كل ذلك عمليا يضع الأسس لتقييد إمكانيات الأقلية أن تحيي ثقافتها ولغتها. ولا شك بأن هذه المبادرة لإنشاء مثل هذه المنتديات هي لفتح أفق لبدائل يمكن للمعلمين الفلسطينيين أن يعملوا على إدراج هذه المواضيع بشكل غير منهجي وبشكل غير رسمي، من أجل أن تحافظ الأجيال على ثقافتها ولغتها وتاريخها.